إتيكات أكل التمر. يا ترى إيه الطريقة الصح لأكل التمر؟ عندي كذا طريقة، هنشوف الكذا طريقة، في منها الغلط وفي منها الصح. هنشوف مع بعض هناكل التمر إزاي. أول حاجة خالص، وأنا ببص على التمر طبعاً أوقات كتير وأنا عايزة أختار ببتدي أخد بإيدي، عايزة دي أو دي أو دي، وقعد أمسك دي ودي، طبعاً ده مش صح. مفروض أبص بعيني وأختار الحاجة اللي أنا عاوز أخدها وأبتدي أكلها بالشكل ده. طبعاً هطلع النوى إزاي، إن أنا أمسكها بتلات صوابع بالشكل ده وحطها هنا، طبعا ده مش صح. يا ترى الطريقة الصح ازاي امسك النوى ازاي؟ دي طريقة ان انا هاكلها بالشكل ده، ولما اجي اطلعها بالصبعين زي ما احنا شايفين بالشكل ده هحط النوى عليها. دي طريقة صح، وهروح في الطفاية وأحطها. دي طريقة. في طريقة تانية طبعاً، على طول همسح إيدي طبعاً بالمناديل الورقية وبقي بالشكل ده أحطها على جنب. دي طريقة صح. وفي طريقة تانية برضو ممكن نعملها، إن أنا برضو هختار البلحة بتاعتي وأكلها. وطريقة تانية سهلة جداً، إن أنا لما أطلع النوى هعمل إيه؟ هعمل إيدي أقفلها بالشكل ده، هحط فيها النوى وهنزلها بإيدي في التفاية بالشكل ده. دي الطريقة التانية الصح، وهمسح إيدي طبعاً بالمناديل الورقية وبقي وألف هنا ورمضان كريم.